السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة سيموني تيفي. مرة أولا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولكم جزيل الشكر. موضوع اليوم عن أبو دولامة. أبو دولامة هو شاعر ساخر عاش في القرن العباسي، وكان عبدا لرجل من أهل الرقة من بني أسد، وأعتقه فيما بعد، وهو أحد الشعراء المعاصرين لخلفاء بني العباس الثلاث الأوائل، هم السفاح والمنصور والمهدي، بل يعتبر شاعرهم ونديمهم الخاص. وكان أبو دولامة فكها مرحا، فهو حسن الحديث ممتع الرواية. اسمه زند بن الجون، على أن بعض المصادر قد ذكرته بزبد أو زيد، إلا أن أكثر المصادر تتفق على أنه زند بن الجون. وسبب هذا الاضطراب هو شهرة هذا الشاعر بكنيته دون اسمه، وإن كنيته أبو دولامة لها دوافع وأسباب جعلت الناس يختارونه أو يختارونها له دون سواها. قيل أن كنيته تعود إلى ابنه الأكبر الذي كان اسمه دولامة، وقيل أن كنيته تعود إلى جبل دولامة الموجود في مكة، وهو جبل شديد السواد. عاش أبو دولامة في أواخر العصر الأموي وبداية العصر العباسي، وكان من الموالي لرجل من بني أسد، وكانت كنيته أبو دولامة بسبب اسم ابنه الأكبر الذي كان اسمه دولامة، أو بسبب جبل دولامة كما سبق وذكرنا. كان أبو دولامة شاعرا ساخرا يتمتع بروح الدعابة والفكاهة، يجيد الحديث والرواية، وكان يحظى بمكانة كبيرة لدى الخلفاء العباسيين الذين كانوا يعجبون بذكائه وفطنته. ترك أبو دولامة العديد من القصائد والنوادر التي ما زالت تحكى حتى يومنا هذا، ومن أشهر قصائده قصيدته التي يقول فيها: يا ليت شعري هل أرى يوما أرى فيه خليفة عادلة يحكم بالعدل بين الناس ولا يميل إلى أحد. يا ليت شعري هل أرى يوما أرى فيه عالما فاضلا ينشر العلم بين الناس ويرشدهم إلى الحق. يا ليت شعري هل أرى يوما أرى فيه غنيا كريما يساعد الفقراء والمساكين ويطعمهم من طعامه. توفي أبو دولامة في عام 161 هجرية عن أمر يناهز 80 عاما. كما سبق وذكرنا، كان أبو دولامة شاعرا ساخرا، وكان يتمتع بروح الدعابة والفكاهة ويجيد الحديث، وكانت له مكانة كبيرة لدى الخلفاء العباسيين الذين كانوا يعجبون بذكائه. وهنا سنذكر بعض طرائف أو نوادر أبو دولامة. نادرة أبو دولامة مع الخليفة المهدي. دخل أبو دولامة على الخليفة المهدي وكان عنده كبار رجال الدولة، فقال له المهدي: يا أبا دولامة، أريدك أن تعزيني وإلا قطعت لسانك. ففكر أبا دولامة قليلا ثم قال: أبلغ لديك أبا دولامة، فلست من الكرام ولا كرام جمعت دمامة وجمعت لهم كذاك الغم اللغمي تتبع الدمام، فإن تكون قد أصبت. فضحك الخليفة والحاضرون وأعجبوا بذكاء أبي دولامة، فأمر له بجائزة. نادرة أبو دولامة مع الخليفة المنصور. كان أبو دولامة يرافق الخليفة المنصور في إحدى رحلاته، فدخلوا على رجل من أهل البصرة، فقال الرجل للخليفة: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل يهدي ويدعي أنه شاعر. فنظر الخليفة إلى أبي دولامة وقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فقال أبو دولامة: إنه رجل فصيح وشاعر مجيد، ولكن لسان حاله يقول: أرى الناس في غم وهموم، وأرى نفسي في سعادة وفرح. فضحك الخليفة والحاضرون وأعجبوا بذكائه. نادرة أبو دولامة مع الخليفة السفاح.
كان أبو دولاما يرافق الخليفة السفاح في إحدى رحلاته، فدخلوا على رجل من أهل الكوفة، فقال الرجل للخليفة: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل هزاء ويطعن في الناس. فنظر الخليفة إلى أبي دولاما وقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فقال أبو دولاما: إنه رجل شريف وصاحب أخلاق حميدة، ولكن لسان حاله يقول: أرى الناس في سعادة وفرح، أرى نفسي في غم وهم. فضحك الخليفة وأعجب بذكائه. هذه مجرد أمثلة قليلة من نوادر أبو دولاما التي تدل على في ذكاء وفطنته وقدرته على إدارة المواقف الصعبة بذكاء وحكمة. طريفة أبو دولاما مع زوجته. كان أبو دولاما متزوجا من امرأة ثرية، وكان يتمتع بذكاء وخفة ظل، وكان يستغل هذه الصفات في التعامل مع زوجته. حكى أبو دولاما ذات مرة أنه كان يجلس مع زوجته فقالت له: يا أبا دولاما، لقد رأيت في المنام أنك تتزوج من امرأة أخرى. فقال لها أبو دولاما: وما رأيك في أن أتزوج من امرأة أخرى؟ فقالت له: لا أريد أن تتزوج من امرأة أخرى، فأنت زوجي الوحيد. فقال لها أبو دولاما: إذا كنت لا تريدين أن أتزوج من امرأة أخرى، فعليك أن تكوني أكثر لطفا معي وأن تلبي جميع طلباتي. فقالت له زوجته: حسنا، سأكون أكثر لطفا معك وسألبي جميع طلباتك. ومنذ ذلك الحين أصبحت زوجة أبي دولام أكثر لطفا معه، وكانت تلبي جميع طلباته. هذه الطرائف التي ذكرنا، وسنذكر طريفة وقعت له مع الحجاج. كان أبو دولاما مقربا من الحجاج بن يوسف الثقفي ولي العراق في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، وكان يتمتع بذكاء وخفة ظل، وكان يستغل هذه الصفات في التعامل مع الحجاج. حكى أبو دولاما ذات مرة أنه كان يجلس مع الحجاج، فقال له الحجاج: يا أبا دولاما، ما رأيك في أن أجعلك واليا على العراق؟ فقال له أبو دولاما: أنا لا أصلح أن أكون واليا على العراق، فليس لدي الخبرة الكافية ولا القدرة على إدارة مثل هذا المنصب. فقال له الحجاج: لا تقل هذا، فأنت رجل ذكي وفصيح، وسوف تؤدي عملك بكفاءة. فقال له أبو دولاما: حسنا، إذا كنت تريد أن تجعلني واليا على العراق، فسأطلب منك شرطا واحدا. فقال له الحجاج: وما هو شرطك؟ فقال له أبو دولاما: أن تتعهد لي أن تقطع رأسي إذا لم أصلح في عملي. فضحك الحجاج وقال له: حسنا، أوافق على شرطك. ومنذ ذلك الحين أصبح أبو دولاما أكثر اجتهادا في عمله، وكان يحرص على أداء واجباته بكفاءة حتى لا يفقد رأسه. طريفة أبو دولاما مع حماته. كانت حماة أبو دولاما امرأة ثرية، وكانت تتمتع بشخصية قوية، وكان أبو دولاما يعاني من مضايقاتها المستمرة. حكى أبو دولاما ذات مرة أنه كان يجلس مع حماته فقالت له: يا أبا دولاما، لقد رأيت في المنام أنك طلقت ابنتي. فقال لها أبو دولاما: وما رأيك فنطلق ابنتك؟ فقالت له حماته: لا أريدك أن تطلق ابنتي، فأنت زوج ابنتي الوحيد. فقال لها أبو دولاما: إذا كنت لا تريدين أن تطلق ابنتي، فعليك أن تكوني أكثر لطفا معي وأن تلبي جميع طلباتي. فقالت له حماته: حسنا، سأكون أكثر لطفا معك وسألبي جميع طلباتي. ومن ذلك الحين أصبحت حماة أبو دولاما أكثر لطفا معه، وكانت تلبي جميع طلباته. كان أبو دولاما يتمتع بذكائه وخفة ظله، وكان يستغل هذه الصفات التعامل مع التجار. حكى أبو دولاما ذات مرة أنه كان يسير في السوق، فشاهد تاجرا يبيع بضاعة رديئة، فقال له أبو دولاما: يا تاجر، ما هذه البضاعة التي تبيعها؟ فقال له التاجر: هذه أفضل بضاعة في السوق، وهي مصنوعة من أفضل المواد. فقال له أبو دولاما: إذا كانت هذه البضاعة جيدة، فلماذا لا تشتري منها أنت؟ فقال له التاجر: لأنني تاجر، يجب علي أن أبيع البضاعة وليس أن أشتريها. فقال له أبو دولاما: إذا كنت تاجرا، فلماذا لا تبيع بضاعة أفضل؟ فضحك الناس وذهب التاجر خائبا.